ساهمت عدة عوامل ثقافية وفنية التي ساهمت في نجاح هذا المعرض، ألا وهو صالون غيترو الأول في المغرب وإفريقيا. تمكننا باش جمعنا هاد العارضين هذا باش نتخلقوا من هاد لو صالون متحف اللي كيجمع ما بين الأثاث النادرة والتقليدية والطوابع البريدية، المجوهرات والنقود القديمة. ولأن المجيء لهذا الصالون هو أيضا ستانار دو فيغ، كلمة الإنجليزي سايد أوف بارادايز، طرف من الجنة.